السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في درس جديد على القناة ديالكم استفهام عام. اليوم ان شاء الله الدرس غيكون عبارة على مجموعة من المنتوجات اللي خديناهم من لي زاشا غروبي، يعني الشراء الجماعي اللي ديجا حنا عندنا الجروبات او المجموعات اللي كنقدموا فيهم هاد العروض هادو. فاللي بغى يلتحق اولا بهاد المجموعات هادو فغادي تلقاو في الوصف ديال هاد الفيديو الرابط ديال الواتساب، كذلك الرابط ديال التليجرام والرابط ديال الفيسبوك. يمكن لكم تلتحقوا بهذه المجموعات هادو، ودائما كونوا على القرص لان هاد العروض ما كيبغيوش تعطوا. اي فوا يبان لك العرض دخل وخذه. وهاد العروض كتكون تقريبا مجانية، فكتلقى مثلا 10 دريال، درهم، 2 دراهم، بعض المرات كحد اقصى 10 ديال الدراهم. وهاد المنتوجات اللي في الاصل كيكون الثمن ديالهم كثر واكثر بزاف من هاد الثمن اللي كناخذوهم به. اذا على بركة الله غنوريكم هاد المجموعة اللي خديت انا الان. فراه وصلني بزاف ديال المنتوجات قبل ولكن تبعتهم، وهادو بعض المنتوجات اللي بقاو عندي. وهاد المنتوجات اللي كتشوفوا، فبعض المنتوجات شريتها في شهر 6 وصلتني في شهر 7، وبعض المنتوجات اخرى شريتها في شهر 7 ووصلتني في شهر 8، والحمد لله ما خلصت عليهم حتى شي ريال. واللي بغى طريقه كيفاش تشري هاد المنتوجات بلا ما تخلص عليهم الديوانه ولا تخلص سبيداف، فيدخل القناه وشوف الفيديو نتاع شراء المنتوجات من علي اكسبريس بدون ما تخلص عليهم حتى شي حاجه. كاين تما واحد الطرق اللي شرحتهم باش تقدروا تجيبوا السلعه ديالكم بلا ما تخلصوا عليهم. اذا على بركه الله نبداو بالنظارات. فكما كتشوفوا واحد الطاقم كبير هنا ديال النظارات، غادي نحاول نوريكم الشكل ديال هاد النظارات. هادو نظارات نسائيه جميله، حتى الكاليتي ديالهم زوينه بزاف، والثمن تقريبا ديالهم راه دائما كي كنقول لكم ما كيتعداش 2 دراهم كحد اقصى. هادو نظارات رجاليه، نظارات زوينه بزاف. هادو نظارات اخرين كذلك، يعني طريقة نتاع المبلاج كتبان طريقة احترافية. وهادو نظارات زوينين بزاف. هاد النظارات يلا اتصلت بهم تقريبا في لوكا تويت. يعني هادو نظارات رائعين، كنت بغيتهم لراسي، كاليتي ديالهم كتبان لكم رائعة. وهادو نظارات خديتهم في شهر 6، هادو كنخدم بهم الان، هما نظارات رائعة، الشكل ديالهم جميل وانيق. وهنا غندوزو لهاد الكابل. هاد الكابل يعني جميل جدا لانه كيجمع لينا ثلاثة ديال لي تيب نتاع الشارج، كيجمع لينا الشارج او مخرج ديال الايفون ومخرج ديال تيب سي بالنسبة لاوبو وبعض الهواتف الشاومي واخرى، وكذلك تيب نتاع سامسونج يعني المخرج القديم اللي كان في جميع هواتف نتاع سامسونج. اذا هذا غادي يخدم لنا جميع الهواتف. هادو كذلك نظارات. بالنسبه للاصدقاء اللي بغى شي حاجه من هذا الشيء فنقدر ندير معاه ثمن اللي زوين بزاف، ما عليه سوى يتواصل معايا. الا كان في مراكش غادي نقدر نتلاقى معاه ونبيع ليه اي حاجه بغى من هذا الشيء، وحتى اللي بغاني نبيع ليه هذا الشيء كامل نقدر نبيعه ليه وندير معاه شي ثمن اللي زوين زوين بزاف. هذه واحد الساعه حتى هي كتجي ساعه عاديه تقريبا على ما اعتقد شي درهم باش كنت خديتها. هادو الساعات ديال 10 دراهم، وهذا واحد الكلي كيف كيبان لكم. فلاحظوا معايا اخوتي، هذا كلي كتبرونشيه مع الحاسوب، وهنا كتبرونشي الكارت ميموار ديالك. يعني هذا عبارة عن ليكتور ديال كارت ميموار. ثم عندي هنا واحد المحفظة اللي جميلة جدا، هذه بصراحة خديتها ليا. فهنا إلا بغيت تخشي الفلوس ديالك أو النقود، وهنا كتخشي لي كارت ديالك كاملين.
وهاد الزر امامكم كنجرو بحال هكا او كنسحبوه كيخرجوا لينا لي كارت ديالنا، كنختاروا اي كارت بغينا. يعني هذه محفظه جميله بزاف لي كارت، وكذلك الى بغيت ديروا الفلوس هنايا. هذا الكلي ديال الويفي بالنسبه لبعض الاجهزه اللي ما كيكونش فيها ريسبتور باش تقدر تستقبل الويفي، كديروا هذا كيجر لكم الويفي، وكذلك كيكون ليكتور نتاع الويفي في الحاسوب ديالكم. او بعض لي ريسبتور ديال البارابول اللي ما تيكونوش كيتكونيكتاو مع الويفي، فهذا ملي كديروا فيهم كيولي تكونيكتا لك الريسبتور مع الويفي. وهذه عبارة عن مصباح، وفي نفس الوقت جهاز كيطرد الحشرات كما كتلاحظوا هنايا، الذباب وكذلك الناموس وبعض الحشرات الأخرى اللي كتزعجنا في النوم ديالنا، فهذه كتطردو. كذلك يعني أثمنة رخيصة جدا، فأغلى منتوج خديته هنا تقريبا كان بعشرة ديال الدراهم. هذه كارت ميموار كذلك 32 جيجا، وهي الكوداك الغنية عن كل التعريف. يعني فاش تشوفوا هاد لامارك ديما زعموا عليها، فر عندها منتوجات اللي رائعة جدا واللي ما كتخسرش بالزربة. وباش ما ننساش بالنسبه لهذه الساعه هذه، فراني درت عليها واحد الريفيو يعني مراجعه كامله وشامله في فيديو سابق، اللي بغى يدخل للقناه. وكذلك كاين واحد الكوبون ديال 10 ديال الدولار اللي بغى ياخذ هذه الساعه، فغت نقص لي 10 ديال الدولار. وهي هذه الساعه كيف كتشوفوا امامكم لحد الان باقي خدامه سامخش. اذا كانت هذه هي بعض المنتجات اللي تقديت في هذه الشهرين الاخيره. بعض المنتجات اخرين قمت بالبيع ديالها، ولكن هادو بقاو عندي حيت كنت مسافر، من طبيعه الحال ما بعتش هاد المنتوجات. وفاش تجمعوا لي بحال هكا قلت ما كاين باس ندير واحد الفيديو ونشارك معكم هاد التجربه ديال اخوتي. فكما قلت لكم سابقا، اللي بغى هاد العروض غنخلي لكم الروابط نتاع المجموعات في الوصف ديال هاد الفيديو، التحقوا بالمجموعات. ودائما اي منتوج ولا حاجه عجبتكم تحطات دخلوا لها السير بلاس باش تقدروا تستافدوا من هذاك المنتوج، لان اغلبيه نتاع هاد المنتوجات فاش كتحط دائما كيزربوا عليها الناس، وبالتالي فاش كتدخل انت معطل ما كتلقاش المنتوج، اما غير متوفر ولا ما كتقدرش ولا ما كتكونش عندك الصلاحيه باش تدخل له. اذا خوتي كان هذا هو الفيديو نتاع اليوم، نتمنى يكون عجبكم. الى عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال، واذا كانت اخي اختي هذه اول زياره لك للقناه ما تنساش دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلكم الجديد ديالنا اول باول، ودمتم في رعايه الله.